لو سيركوي زعما فريمون زوين، هو صعيب وطويل بزاف، مي واحد لي سونساسيون فورت فريمون مزيانين. تقلبت البارح دو فوا، اليوم اون سول فوا، مي لي سونساسيون فورت هذا زعما فريمون سا دون واحد لو بانش، وهذا سا في بليزير هاد لا بارتيسيباسيون. دونك بون كوراج ا تو الموند. لو سيركوي كان فريمون جاني انا طويل وجاني فريمون صعيب، ما حد غادي في لي مانش وهو كيتحفر بلوس كيولي بلو ديفيسيل، مي كيف قلت لك سي توجور دو تري بيل سونساسيون. كاين بيان سور كاين منافسه، كاين فريمون بزاف ديال المنافسه، دونك جيسبيغ انا اون طونك فام ان شاء الله جيسبيغ مونتريني بلوس بور باش نزيد بعد نزيد ان شاء الله نتنافس معاهم اكثر. دابا لي فام غير سادي غير ما عندهمش ايزون زعما ايزون تو ايزون تو زعما الامكانيات وكل شيء باش يديروا هذه الرياضه دي، ما كاينش الفرق بين مراه وراجل. بيان سور يفو دي زونترينمون و جو كخوا كو سادي من هنا لو فيتور ان شاء الله غادي يوليو بزاف ديال لي فام في هاد لو سبور هذا. كنقول رمضان كريم للجميع، وهاد الفرحة شاركناها مع الناس ديال أكادير اللي جاو بواحد العدد كبير اللي كلهم فرحانين مع وليداتهم باش يشوفوا هاد السباق بالليل. هاد السباق هو الفينال تاع سباق السيارات من نوع البوغي بالمغرب، والحلة الثانية اللي في المغرب لأن درنا الأولى كانت بالليل برمضان السنة اللي طافت، وهذا العام عاوتاني درنا الفينال ديال البوغي. طبعا السباق من تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للدراجات والجامعة الملكية للسيارات. جامعة أول مرة كنجمعوا بين الدراجات والسيارات في جامعة واحدة اللي داروا فينا الثقة باش ننظموا. بالنسبة للمسار فيه 3 كيلومتر حلبة مغلقة يعني باش تكون سيكيوريزي، وبعدنا الناس من جميع الجهات باش ما تكونش لا قدر الله عرفتي ملي كطيح الدراجة ولا كيكون أنا كخوشمون مع أن بيوكي كيمكن ليه ياخذ لي طون ويتقلب ويمشي للجمهور. يعني بعدناهم عاونونا السلطات باش بعدنا هاد الناس كاملين، وكنشكرهم وكنقول لهم سمحوا لينا لسلامتكم علاش درنا بحال هكا. وبالنسبه عدد المشاركين كاين 70 متشارك من الدرجات الناريه و30 متشارك من نوع البوغي، وكنحاولوا نجيبوا الاولاد الصغار اللي هما عوض ما يمشيو للكودرون لاسفلت يجيو عندنا لي كلوب يتعلموا. كيجي نهار السبت والحد كيتريني فرحان، اثنين وثلاث ولا كيخلي لا موطو تاعو، اثنين وثلاث ولا اربع كيكون كيفرح بديك لي دو جور اللي دوز، الخميس والجمعه كيوجد باش يخرج عاوتاني للموتور، يعني ما كيحاولش يتوشي لا موطو تاعو ديال الكودرون ما عنده ما يدير بها. طبعا عندنا دي زاتليت، عندنا حليم السليماني ما شاء الله عليه، وعندنا الابن تاعو اللي هو مكلاسي ثوازيام في لوروب حليم السليماني، والمجهودات تاعها كنشكر الجامعه الملكيه للسيارات والدراجات الناريه، لان الجامعه الملكيه للدراجات حاولت هذه السنه المغاربه شاركوا في لا كوب دي ناسيون، شاركوا في الولايات المتحده الامريكيه، شاركوا في اوروبا بمجهود الجامعه الملكيه للدراجات الناريه والرئيس تاعهم. يعني كاين رئيس صغير طبعا صغير وجاب واحد الفكره جديده اللي خلى الموتور المغربي يتعرف برا، كما تعرفنا في كره القدم وكما بعد سميتهم الرياضيين اللي خلاو العالم ديال المغرب يبان، حتى هما رفعوا لنا العالم ديالنا في اوروبا وفي امريكان. دونك جو مابيل خوان مانويل اوزوريس بيريز D'accord, du Maroc, bien sûr, natif du Maroc. Donc, je cours pour le Maroc depuis déjà quelques années. Et voilà, fier aujourd'hui d'être premier quand même en vétéran. Nous avons eu des Français avec nous qui sont venus de France à participer aussi. Et on a réussi à faire une belle course. Et voilà, quoi, avec quelques chutes, bien sûr. Mais on s'est relevé et reparti. Et voilà, donc tout s'est bien passé aussi. Hein, l'organisation, j'ai trouvé très bien. Et voilà, j'espère. J'étais déjà l'année dernière. Ici et c'est ma deuxième année à la course de Gadir Beach quoi du soir. Le circuit il a commencé à être un peu très détruit vers la fin parce que bon beaucoup de motos les passages et tout vraiment qu'on peut dire très défoncé le terrain, donc la moto ça bouge beaucoup, donc les freins la fourche avant se plante beaucoup dans le sable, donc des fois on passe par devant, c'est ce qui m'est arrivé, mais sinon le circuit était très bien. Très bien, juste après vers la fin, c'est normal, le terrain très détruit par le passage des motos, mais sinon très bien.